هذا وسائل الناس اللي يقول هل يجوز لنا أن ندعو لأهل الكفر أن يعافيهم الله من البلاء؟ أقول نعم، يجوز لنا أن ندعو الله لهم أن يعافيهم الله من البلاء إذا لم يكونوا محاربين وكنا نطمع في هدايتهم، ذلك لقول الله تعالى لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا المشركون قالوا دعوت الله علينا فادعوا الله لنا فقد أكلنا الميتة ومصصنا النوى وأكلنا العلهز والجلود والجيف، فدعا رسول الله لهم صلى الله عليه وسلم، وكذا دعا موسى لقوم فرعون لما أتوه وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. والله أعلم.